وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور. بعد 3 أشهر تقريبا من أزمة سياسية تعلن الحكومة الفرنسية تشكيل حكومة جديدة لها. قرئ هذا التشكيل دكتور عبد الرحيم بأنه لم يأتي بجديد ولم يكن مفاجئا للكثير، لكن دكتور عبد الرحيم وأنت على الأرض كيف قرأت هذه التشكيلة؟ مساء الخير أولا عندك. مساء الخير عليك وعلى كل جمهور القناة الإخبارية. أولا دي ولادة متعثرة لحكومة يعني جاية في توقيت صعب، بتتعرض عليها الموازنة بعد يومين، يمكن الموازنة الفرنسية فيها مشاكل كبيرة جدا، هم داخلين على حقبة كلها مشاكل الحقيقة، سبقها مشاكل كبرى أيضا في محاولة لاستيلاد هذه الحكومة، لأن أنت عارف حضرتك أنه كان مفيش حد من التحالفات الثلاثة سواء تحالف اليسار بتاع ميلانشو خد 182 مقعد، ماكرون خد تحالف ماكرون أو الأحزاب اللي تحالفت معاه كانت واخده 168 مقعد، اليمين المتطرف أو مارين لوبين وحزب الجبهة الوطنية خد 143. اللي كان متوقع من بداية الجولة الأولى إن مارين لوبين والحزب الجبهة الوطنية ياخد أغلبية مطلقة ما بين 230 ل 280 مقعد بعد ما حصل على 33.1% في الجولة الأولى، لكن حصل مجموعة من التحالفات الحقيقة هي بعيدة كمان عن فلسفة الديمقراطية الفرنسية والليبرالية الفرنسية، فكرة إخلاء دوائر بعينها لمرشحين بعينهم عشان ينتصروا على الجبهة الوطنية. يعني حصل تحالف قوي جدا ضد الجبهة الوطنية وضد مارين لوبين طلع بالنتائج. لما طلع بالنتائج دي ماكرون عنده مشكلة أساسية برضه، مش مع اليمين المتطرف بس، هو قد يقبل اليمين ويمين الوسط لكنه لا يقبل لا اليسار المتطرف ولا اليمين، لأن اليسار المتطرف عنده سياسة مختلفة خالص عن السياسة الوسطية الحاكمة فرنسا منذ فترة طويلة جدا، واليمين المتطرف هو ضد برضه سياسة ماكرون. حاول ماكرون أنه يجمع بعض الأحزاب بتجميعة جديدة عشان يوصل لتشكيلة وزارية تمشي الأمور، يعني تشكيلة وزارية تقدر تمشي بالبلد لقدام لحد ما يشوف حلول لمشكلات كبيرة جدا، منها المشكلة الأساسية وهي الموازنة العامة، عشان كده في خلافات كبيرة جدا جوه حوالين نفرض ضرائب ما نفرضش ضرائب حاجات زي. لكن الجديد في الحكومة دي إنه وجود مثلا واحد زي برونو روتايو. هذه نقطة مهمة جدا دكتور عبد الرحيم، عذرا للمقاطعة. هذه الحكومة كشفت وهذا التشكيل كشف عن وجوه جديدة أبرزها كما ذكرت سيادتك برونو روتايو لحقيبة الداخلية، ما دللت ذلك؟ وهو ينتمي إلى اليمين المحافظ وأسندت إليه هذه الحقيبة حقيبة الداخلية، كيف أنت ترى هذا الاختيار؟ أولا هذا الرجل أنا أعرفه جيدا، لدي صداقة به منذ عام 2017، زرته في مكتبه مرارا عندما كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في السينال، يأخذ موقف عنيف جدا ضد الإسلام السياسي بشكل عام، الإخوان المسلمين، التنظيمات المتطرفة اللي موجودة في فرنسا بشكل عام، وقف بقوة شديدة جدا وراء قانون الهجرة وقانون احترام القيم الجمهورية اللي كان بيسمى قانون الانفصالية قبل كده، وساهم بشكل كبير جدا في إخراجه للنور. وجود روتايو على رأس وزارة زي وزارة الداخلية اللي بتعتبر أهم عمود داخل الحكومة الفرنسية، لو فاكر حضرتك ساركوزي جه من وزارة الداخلية على رئاسة الجمهورية، وقد يتكرر ذلك مع غوتايول انه له طموح كبير جدا 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 وهو رجل قوي جدا داخل حزب الجمهورية.
غوتايو في 2017 كان رئيس حملة فرانسوا فيون، وكان مرشح انه يبقى رئيس حكومة فيون لو فيون فاز، الا انه حصل فضيحة زوجة فرانسوا فيون، وكان هو رقم واحد في الترشيحات كلها قبل ماكرون وقبل مارين لوبين، الا انه لما حصل فضيحة انه زوجته كانت بتشتغل يعني عمل غير حقيقي مزيف على الورق كسكرتيرة لي في البرلمان، وانها خدت حوالي 500,000 يورو طوال 10 سنوات بتشتغل في البرلمان وهي قاعدة في البيت. فهذه الفضيحة اطاحت بفرانسوا فيون من رقم واحد خليته جه رقم ثلاثة بعد ماكرون ومارين لوبين، وعاد ماكرون مع مارين لوبين وكسب ماكرون في 2017 اللي هي بداية ولايته الأولى. كان من المتوقع أن يأتي هذا الرجل القوي إما رئيسا للحكومة وإما وزيرا للداخلية، وأعتقد أن تاريخ فرنسا كان هيتغير تغيير جذري من 2017 لحد دلوقتي في مواجهة قضايا عديدة لو كان الرجل ده جه من وقتها. حصل اللي حصل دوت، واستمر غوتايو زعيم للأغلبية في مجلس الشيوخ إلى أن فقد الحزب الجمهوريين الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ، فأصبح زعيما لتكتل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ثم نافس على رئاسة الحزب من فترة حوالي سنة أو سنة ونص، وخسر المنافسة بفارق صوتين. إلا أنه الحقيقة منذ إعلان اسمه امبارح، أنت عارف حضرتك أن معظم الإسلاميين اللي موجودين في فرنسا تحالفوا مع ميلانشو ومع التحالف اليساري، وكان شيء عجيب جدا لما قلنا إزاي أنتوا يا جماعة اللي رحتوا حرقتوا المجلة اللي عملت رسوم مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعطوا أصواتكم لبعض ملاك هذه المجلة داخل تحالف ميلانشو، لا لشيء إلا كيادة في اليمين بقيادة مارين لوبين. الإسلاميين رهنوا على ميلانشو، رهنوا على أنه يجي رئيس حكومة، على أنه يجيب وزير داخلية يستبعد عنهم معظم التحقيقات التي تجرى، ويحاول يرجع تاني قانون احترام القيم الجمهورية مرة أخرى للمناقشة للبرلمان، ويخفف من حدة قانون الهجرة اللي هو معمول خصيصا عشانهم، إلا أن تأتي رياح بما لا تشتهي السفن ويحدث هذه الأزمة الكبيرة التي استمرت زي ما تفضلت حضرتك 3 شهور النهاردة، لحد ما ماكرون يميل إلى حكومة يمينية صرف بقيادة ميشيل بارنيه، ويجيب برونو غوتايو وزيرا للداخلية عشان يشهد الإسلام السياسي أو الإسلاميين المتطرفين داخل فرنسا كابوس شديد جدا بيعيشوه من امبارح من ساعة ما سمعوا اسم هذا الرجل. واعتقد ان احنا هنشهد في الفترة اللي جاية تحقيقات موسعة كانت واقفة ضد تمويل التطرف والإرهاب في فرنسا، تمويل بعض المساجد الكبرى المحسوبة على الإخوان المسلمين، تمويل عناصر مهمة وكبيرة لجماعة الإخوان المسلمين. اعتقد ان هذه التحقيقات ستتحرك للأمام من خلال مكتب برونو غوتايو. وهنا أنا بحاول ألفت نظر بعض قادة الدول العربية خاصة الوزراء الداخلية أنهم الآن جاء الدور أنكم تحاولوا تمدوا يد العون لرجل مثل غونو غوتايو، إذا كان عندكم معلومات تعاون أمني على أعلى مستوى في محاولة لكشف هذه العناصر اللي موجودة، لأنه الرجل جاي وفي إيده عصا غليظة جدا يقضي بها على هذا النوع من التطرف في فرنسا بشكل. نعم دكتور عبد الرحيم، في معرض حديثك منذ قليل تحدثت عن الموازنة وهي تحتل أهمية قصوى لهذه الحكومة، برأيك ما أيضا الملفات الأخرى التي يجب أن توليها اهتماما كبيرا وتكون على رأس أولوياتها فيما يتعلق كما ذكرت الموازنة وأيضا الضرائب، وحتى أنها هي يعني مسألة حساسة للطبقة الوسطى، وكذلك ملف الهجرة واللجوء؟ هو 3 ملفات اللي أشرت ليهم حضرتك، ملف الموازنة والأجور تحديدا والمعاشات والضرائب اللي هو باكج الموازنة ده كله على بعضيه، ملف الهجرة
بما يتعلق بشروط الهجرة، شروط المقيمين هنا واللي خدوا كارت سجور سواء إقامة 10 سنين أو إقامة 5 سنين أو حتى خدوا باسبور فرنسي، شروط الإقامة بتاعتهم اللي هو أقرها أو حددها قانون حماية القيم الجمهورية واحترام القيم الجمهورية في فرنسا، احترام حرية التعبير، احترام حرية التدين، حرية الاعتقاد، الاندماج داخل المجتمع الفرنسي، مش عمل جيتوهات زي ما هي موجودة هناك. أحياء هنا في فرنسا لا يستطيع البوليس الفرنسي أن يدخلها، وظهر ده واضحا جليا لما حصل أنه ولد اشتبك مع الشرطة والشرطة قتلته واتحرقت فرنسا يمكن يومين أو ثلاثة، كادت فرنسا أن تضيع لولا نزول بعض قوات الشرطة الخاصة اللي ما بتنزلش إلا في الأحداث اللي زي كده. ظهرت جليا خطورة هذه الأحياء وسيطرة الإسلاميين على هذه المتطرفين تحديدا على هذه الأحياء. الملفات الثلاثة دول ملفات معقدة جدا، أعتقد أن الحكومة يعني السؤال هل هيبقى قدامها وقت؟ ما قدامهاش وقت، لأنه خدي بالك أنها هتواجه بمعارضة كبيرة في البرلمان من قبل التكتل اليساري بقيادة ميلانشو، دول عندهم 182 مقعد. هل هيحمي ماكرون؟ مارين لوبين طبعا هتنضم لأنه غوتايو واحد من الذين أيدوا انضمام حزب الجمهوريين لتحالف مارين لوبين. تعرف حضرتك في الانتخابات الأخيرة حزب الجمهوريين قسم قسمين، قسم أيد التحالف مع مارين لوبين كيمين متطرف، وقسم رفض التحالف مع مارين. جزء من القسم اللي طلب التحالف مع مارين لوبين ضد تحالف اليسار وضد تحالف ماكرون نفسه كان برونو روتايو، واختياره كوزير للداخلية هو مغازلة واضحة جدا 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 لحزب الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبين عشان تصوت للحكومة دي في البرلمان وعشان ما تعكسش قراراتها في البرلمان. فيضمن ماكرون المجموعة بتاعته 168 صوت زائد المجموعة بتاعت مارين لوبين 143، فينتصر على مجموعة ميلانشون اللي هي هتصوت ضده على طول الخط اللي هم 182 مقعد. أعتقد ماكرون أثبت ذكاء كبير جدا في المرحلة دي تحديدا، أنه يجيب ميشيل بارني من جوه الحزب الجمهوري. ميشيل بارني كان بالمناسبة ترشح لرئاسة في الرئاسة اللي فاتت دي 22، ومحسي أغلبية في داخل حزب الجمهوريين، واختار واحدة ست تخوض الانتخابات بداله، ومن ساعتها هو انزوى في بيته، قعد في بيته بالفترة دي كلها لحد ما اختاروا ماكرون رئيس للحكومة. فهو جايبه من جوه حزب الجمهوريين، جايب غوتايو من جوه الجمهوريين، جايب وزير الخارجية من جوه اليمين الوسط، فبالتالي هي مغازلة واضحة جدا لمارين لوبين عشان يقدر يكسب أصوات الجبهة الوطنية 143 مقعد زائد 168 بتوع، فيقدر ينتصر على جبهة اليسار في أي سحب ثقة، أي حاجة تحصل داخل البلد. ولذلك دكتور عبد الرحيم كانت هناك أصوات تتعالى دائما بأنه لابد أن يكون هناك توافق واتفاق مع زعيمة اليمين المتطرفة مارين لوبين. بشكرك شكر جزيل دكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.